أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تدخل آية سورة النحل على الوجوب لمن أكره على الكفر أن يكفر بلسانه من أجل أن يحفظ دمه؟ وهل الذي لم يمتثل للإكراه بالكفر على الوجوب؟ أي نعم. لا، هو وجوب، هذه رخصة، هذه رخصة، إن شاء فعلها وإن شاء بقي على دينه ولو قتل. نعم، وكونه يصبر ويبقى على دينه ولو قتل أحسن. نعم.